ما يصلي على محمد وعلى سادات آله وصحبه الكرام. مولا يصلي على محمد وعلى سادات آله وصحبه الكرام. تنفرد مدينة مكناس المغربية بعدد من المآتر التاريخية قلما توجد في مدن أخرى، مما أدى إلى تصنيفها تراثاً عالمياً من قبل منظمة اليونسكو في شهر دجنبر من العام 1996. هذا هو سهريج السواني، أو ما يطلق عليه بسهريج أجدال، يعتبر من بين أضخم وأهم المآثر التاريخية بمكناس. يرجع تاريخ بنائه إلى نهاية القرن السابع عشر، أي في عهد السلطان مولاي إسماعيل، ويتواجد على بعد 500 متر من قصره، وذلك رغبة منه في احتواء أي خطر في حالة الحصار أو القحط. كما كان الهدف من هذه المعلمة المائية المجاورة لبناية مخازن الحبوب البالغ طولها 180 متراً وعرضها 69 متراً الهريسواني، هي تزويد المدينة بالماء الصالح للشرب، إذ يبلغ طول السهريج 300 متر بينما عرضه 140 متر وبعمق يتجاوز 5 أمتار، وكان يزود مختلف البنايات والمرافق العامة بالماء من مساجد وحمامات ومنازل وبساتين. وذهب المؤرخون إلى أن وظيفة السهريج نفعية في الأصل، وهو مثل نماذج السهاريج التي شاهدها العالم الإسلامي. باب المنصور من أعظم آثار مدينة مكناس التي تدهش السياح. باب المنصور العلج الذي يشرف على ساحة الهديم أسسه المولاي إسماعيل، وأتمم بناؤه ابنه مولاي عبد الله حوالي 1732 ميلادية. تتميز هذه الباب بضخامة مقاييسها، إذ تحتوي على فتحة علوها 8 أمتار كما استأطرت بزخارفها الخلابة المنحوث على الخزف والفسيفساء المتعدد الألوان. هذا هو باب منصور العلج. وعلى مقربة من الباب التاريخي باب المنصور توجد ساحة الهديم، أشهر ساحة بالمدينة. تقوم هذه الساحة بوظيفة التلاقي كما كانت تقوم بها ساحات مدن القرون الوسطى، وكانت تحتضن كل الأنشطة التجارية والثقافية والدينية، وتعتبر محطة لعابري السبيل. السوق التجاري بساحة الهديم من أكثر الأماكن المستقطبة للمتسوقين بالعاصمة الإسماعيلية من زوار محليين وسياح أجانب، لما يوفره من مواد غذائية شهية ومختلفة من لحوم وقطان والزيتون بكل مشتقاته وحلويات متنوعة. استضافات توجد في الصف ديال المارشي ديال الهديم من مكناس. اشتي مكناس معروف بالشي ديال العطرية والمواد الحلويات المناسبات، تجيو عندنا الناس هكذا في الويكاند، الناس تنعتمدوا على الناس البرانيين تجيو السياح. هادشي الصنع المحلي عندكم؟ الصنع المحلي
شنو الانواع ديال الحلويات اللي تتعمل؟ كاين جميع الانواع تنصوبهم جميع سورتو المناسبات. اي حاجه الانسان تيجي تعطيك الكوموند ديالو تتوجدو له. باب يكون في العاصمة الإسماعيلية، العاصمة الإسماعيلية ديال المنتوجات ديال خيرات بلادنا. كاين هنايا لكن أكثر من 14 نوع في شتى الأنواع ديال كاين ديال البرازيل، كاين الحمص، كاين السلالة، كاين مشروبات البرتا، كاين الحمومة، كاين البقار، كاين الرقاش، كاين الكرياس، ميناز، ميتابيليات. ريسا كاينه بالعشوب، كاينه بالحامض خضراء، كل وحده لها كتصنع. وفي جانب آخر يبرز لك ذلك الرواج الاقتصادي الهام، حيث يتم تقديم أجمل الملابس والحلي ذات الطابع الفني التقليدي البهيج والتي تجمع بين الأصالة والمعاصرة، من ملابس جلدية وجلباب أصيل وبلاغ وأواني خزفية برعت يد الصانع الحرفي في منحها أشكالا وأنماطا إبداعية تثير الإعجاب والتقدير. ويقول الدكتور عبد الرحمن بن زيدان، وهو ناقد ومؤلف وباحث مغربي، عرفت الساحة الهديم تحولات عدة وتغيرات على المستويين العمران والوظيفي، حيث كانت قصبة مارينية إلى أن حولها السلطان مولاي إسماعيل معلمة علوية تقابل مدخل المدينة الملكية من باب منصور. ضريح المولى إسماعيل. أسس ضريح المولى إسماعيل ابنه الملقب بالذهبي، وهو يضم رفاة ثلاثة ملوك وهم المولى إسماعيل وباني الضريح أحمد الذهبي ومصلح الضريح المولى عبد الرحمن بن هشام. وإلى جانب هؤلاء قبر السيدة خناثة زوجة المولى إسماعيل. ويعتبر هذا الضريح معلمة فاخرة تجمعت فيها خلاصة الصناعات اليدوية من نقش على الرخام والخشب والجبس وزليج متنوع الزخارف والألوان. ويعد هذا الضريح من الرموز التاريخية الشهيرة في المملكة، وذلك بالنظر إلى قيمة السلطان المولى إسماعيل الذي وشم عهده بالقوة والحكمة والبناء. فقد عرفت مدينة مكناس عاصمة الدولة السعدية في عهد أوج حضارتها، امتدت من المغرب الأقصى إلى تخوم القارة الإفريقية جنوبا وإلى أوروبا شمالا. هكذا نكون قد عنقنا إحدى الفضاءات التاريخية لمدينة مكناس. كان معكم مباشرة من العاصمة الإسماعيلية شعيب بغادة لقناة أوما بريس. محمد وحذر سادات ما أليه وصحبه.